ليفربول ومانشستر سيتي، والعنوان في البداية من جريدة ميرور، والعنوان صلاح القياسي. صلاح القياسي، صحيفة ميرور قالت أن محمد صلاح حقق رقما قياسيا مع ليفربول بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدف في 58 مباراة فقط. رقم محمد صلاح عادل إنجاز روجرز هانت بعدما سجل مع الريدز 50 هدف من أصل 55 مباراة. لسه مكملين مع الديلي ستار، والديلي ستار بتطمن كل الجمهور المصري وكل جمهور ليفربول ان محمد صلاح بخير. صحيفة الديلي ستار سلطت الضوء على إصابة محمد صلاح بعد خروجه بإصابة في الكاحل، وتحديدا في الدقيقة 85 من زمن أحداث المباراة. الصحيفة اتكلمت على تصريحات يورجن كلوب عقب نهاية المباراة وتؤكد أن صلاح بخير وإصابته ليست بمشكلة كبيرة. نروح لجريدة ذا سن، والعنوان صلاح يعاقب توتنهام. طبعا صلاح عاقب بالسبيرز بعدما كان متقدما في النتيجة بهدف دون رد. جوردن هندرسون نجح في تعديل النتيجة لصالح ليفربول قبل أن ينجح صلاح في إبقاء مانشستر سيتي في وضع حرج نظرا لاستمرار فارق النقاط الستة بين الليفر والسيتي. ديلي إكسبرس وعنوان رائع جدا، صلاح المحبط. حالة يعني طبعا هي بتكلم على العنوان الرائع من حيث ان صلاح احبط فريق توتنهام وقدر انه يؤخر والنتيجه من تعادل، او يحول النتيجه من تاخر من تعادل الى مكسب بعد هدفه في مرمى توتنهام. لكن ايضا الصحيفه اتكلمت وقالت ان صلاح الاصابه اللي اتعرض ليها ممكن تعمل له احباط بعض الشيء. لكن طبعا بتتكلم ايضا صحيفه ديلي اكسبريس على ان الاصابه دي كانت نفس الاصابه اللي اتعرض ليها في مباراه ليستر سيتي. هنروح لايطاليا ونكمل معاكم في استعراضنا للعناوين الاخباريه في ايطاليا ولا جازيتا ديلي سبورت، وبتتكلم على سقوط الميلان امام نظيره روما بنتيجه 2-1 في اطار مسابقه الكالتشيو. جازيتا ديلي سبورت كتبت وقالت ميلان يرى السحرة. وضع ميلان في جدول الترتيب عبارة عن كابوس، وفي الهالوين سيواجهون شبح إسبال وأخطاء فظيعة، وبيولي محبط بعد الهزيمة أمام روما. أتلانتا سؤال، يعني الجورنان بيسأل أتلانتا عايز تنهي المسابقة في المركز الكام، ده بعد تألق أتلانتا في الفترة الأخيرة في الدوري الإيطالي. وأيضا لاتسيو يضرب فيورنتينا في فلورنسا، وأصابع الاتهام تلوح ضد حكم المباراة من قبل مسؤولي الفيولا. كوريري ديلي سبورت الإيطالية وأيضا بتتكلم على روما وميلان وفوز روما 2-1 على ميلان، والكلام على زانييلو. زانييلو بيحسم قمة روما وميلان، وبعد هدفه ضد بروسيا زانييلو يكرر ميزته هو يسجل هدفا امام ميلان ويسجل ويقبل القميص ويحصل على تصفيق من جماهير الاولمبيكو. وبيولي مدرب ميلان محبط. اتلانتا يغرق اودينيزي بسباعيه، هاتريك موريال وثنائيه إلشيتش، رجال جاسبريني يقلبون المباراه ويضعون انفسهم في المقدمه. لاتشي يفوز وايموبيلي يصنع التاريخ، وفيورنتينا يحتج امام ريبيري يواجه خطر الإيقاف والعقوبة بعد دفع الحكم المساعد. توتو سبورت أيضا كلامها على أتلانتا، أتلانتا مذهل، فاز 7-1 على أودينيزي بهاتريك موريل والثنائية من إلشيتش ثم بازيليتش وتراوري الذي أصبح أول لاعب يولد في 2002 ويسجل هدفا بالدوري الإيطالي. وواصلت أرقام لصالح أتلانتا، 28 هدف في أول 9 جولات، محدش ابدا عنده الرقم ده غير اتلانتا، ويبعده عن الصداره الترتيب بفارق 3 نقاط فقط. واليوفنتوس كريستيانو رونالدو الذهبي يعود ضد جنوا. كده يعني اتكلمنا مع حضراتكم وعرضنا لكم بعض العناوين الخاصه من انجلترا ومن ايطاليا. اسبانيا زي ما حضراتكم عارفين ان مفيش احداث كتيره، يعني تاجيل مباراه الريال وبرشلونه كان مغطي على كل الاحداث، وبالتالي لما الكبار بيغيبوا اعتقد ان ما بيكونش فيه احداث، مع كامل الاحترام والتقدير لباقي الانديه الاسبانيه. دلوقتي جه ميعاد حضراتكم مع فقره الاخبار. الاخبار
بنعرض لحضراتكم آخر الأخبار اللي موجودة على الساحة العالمية، والبداية مع مورينيو. والسؤال اللي كنت بسأله للكابتن عصام الشوالي، هل تعتقد أن مورينيو ممكن يكون على أعتاب توتنهام أو بروسيا دورتموند؟ لكن الكلام هنا على توتنهام، وهنعرض لحضراتكم دلوقتي أو هقول لحضراتكم صحة الخبر. تقارير صحفية، مورينيو على أعتاب مهمة جديدة في الدوري الإنجليزي. في كلام على أرسنال وفي كلام على توتنهام، لكن هل يا ترى مورينيو هيعرف يختار صح ولا لا؟ بعد ما أرسنال تعثر في لقائين، اللقاء الأخير أمام نادي امبارح أمام كريستال بالاس، وفي الأسبوع اللي قبليه أمام شيفيلد يونايتد، أعتقد أن مورينيو بات قريبا أيضا من ترشيحه لأرسنال أو حتى لتوتنهام. أصوات طبعا نادت برحيل يوناي أمري من جماهير أرسنال، وبالإضافة إلى بعض المطالب برحيل بعض اللاعبين نهاية الموسم. الإدارة اللندنية لا تود التسرع في اتخاذ القرار في إقالة المدرب باريس سان جيرمان السابق، ولكن في الوقت نفسه زي ما حضراتكم عارفين هناك بدائل عديدة ومتميزة متاحة، منها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق. لكن النقطة اللي جاية دي مهمة جدا، على الرغم من اختلاف أسلوب مورينيو مع طريقة لعب أرسنال منذ تولي الفرنسي أرسن فينجر مدرب الفريق السابق مهمة تدريبية، فإن جمهور الجانرز يطالبون بالتعاقد مع مدرب ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد السابق من أجل استعادة الفريق لمساره الطبيعي. صحيفة إكسبرس قالت إيه بقى؟ قالت إن أرسنال ليس جيدا بما فيه الكفاية لتقديم كرة قدم رائعة وهجومية. هذه الطريقة تأتي بثمارها مع كلوب وغوارديولا لأنهما يمتلكان الأدوات الكافية. أرسنال لديه خط هجوم جيد ولكنه ليس بنفس مستوى خصمه. ده بالنسبة للكابتن مورينيو، هل هيكون موجود ولا لا؟ ده اللي احنا هنعرفه. حالتان تدفعان ريال مدريد لضم صفقات جديدة في يناير، وإسكو يدرس الرحيل. قلق في ريال مدريد، قلق في ريال مدريد، وإسكو بيفكر في الرحيل بعد ما زيدان يعني متجاهله تماما الفترة الماضية. كان في أنباء تتعلق باحتمالية حسم نادي ريال مدريد بعض الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. أبرز الأسماء كان بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، وكريستيان إريكسن لاعب توتنهام، وإدارة ريال مدريد صرفت النظر في عنهم في الميركاتو الشتوي بعد ما أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وبشكل قاطع عدم إبرام أي صفقات في موسم الانتقالات الشتوية القادمة، والاعتماد على قائمة الفريق المكونة من 25 لاعب بالإضافة إلى البرازيلي رودريجو جوس الذي قيد رفقة الفريق الشبابي نظرا لاكتمال القائمة التي حددها رابطة أندية الدوري الأسباني. إسكو زي ما بقول لحضراتكم في الوقت اللي ريال مدريد مش بيفكر انه يتخلى فيه عن اي لاعب، لكن اذا استمرت حاله اسكو على الوضع اللي موجود عليه وغيابه عن تشكيله الفريق الاساسيه فقد يفكر في الرحيل عن الفريق هذا الشتاء، وقد يدفع اللاعب الى الرحيل رغبه في المشاركه بالنسخه المقبله لبطوله كاس امم اوروبا. تقارير صحفيه، رونالدو يعود للواجهه في سباق الكره الذهبيه. كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة في الأيام الماضية عن قائمة مختصرة من 30 لاعب مرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو البالون دور في عام 2019. كان من ضمن المرشحين كالعادة في السنوات الأخيرة الأسطورتين طبعا رونالدو وميسي، لكن رونالدو نجم فريق يوفنتوس واللي تألق في الملاعب الأوروبية على الرغم من تجاوزه حاجز ال 34 عام، لكن بعد 9 سنوات من المجد وصناعه التاريخ ومعانقه الالقاب مع ريال مدريد انتقل رونالدو في صيف 2018 الى عملاق تورينو هو ليفنتوس علشان يحقق معاه ارقام جديده. رونالدو يقترب من الفوز على 29 لاعب في سباق الكره الذهبيه. تدور طبعا او يدور الكلام في الاوساط الرياضيه الاوروبيه في الايام الاخيره عن على ان جائزه الكره الذهبيه في الموسم الجاري ستكون محصوره بشكل كبير ما بين الثلاثي البرتغالي رونالدو وميسي وفان دايك. عام 2019 نجح رونالدو في التتويج بلقب الدوري الايطالي الكالتشي وكاس السوبر الايطالي وتخطى حاجز ال 700 هدف في مسيرته الكرويه. رونالدو حصد لقب الكالتشي وكأس السوبر مع يوفنتوس ونال لقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده. وطبعا هيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة وتسليمه الكرة الذهبية في حفل كبير بالعاصمة الفرنسية باريس في الثاني من شهر ديسمبر المقبل. رونالدو طبعا سبق للتتويج بالكرة الذهبية 5 مرات
زي ما بقول لحضراتكم، وبالتالي فرصة رونالدو كبيرة. ما دام الكلام كده بيدور وناس بتتكلم في فرانس فوتبول والكلام على رونالدو، فممكن بنسبة تتعدى 50% ان الجايزة يتم حسمها لرونالدو، ويكون بقى كله كده اتراضى. ميسي اخذ ذا بيست، ورونالدو اخذ البالون دور، وفان دايك اخذ احسن لاعب في اوروبا، وبالتالي بقى يلموا الموضوع كده ويخرجوا منها على خير. طيب كريستيانو رونالدو لفرانس فوتبول: ميسي ساعدني كثيرا. رونالدو قال ان افتقاده للارجنتيني الدولي ليونيل ميسي سيكون برشلونه الاسباني، واللي بيتنافس معاه الفتره في الدوري الاسباني الممتاز الليجا قبل ان ينتقل الى الدوري الايطالي الممتاز الكالتشيو في صيف العام الماضي. قال ده في حوار اجراه مع فرانس فوتبول. وطبعا رونالدو قال ان كان في منافسه شرسه ما بينه وما بين ميسي، ووجودهم الاثنين في الليجا كان دايما يضع عامل كبير جدا على ان كل واحد يطور من مستواه وان هم يكونوا افضل واكثر كفاءه. رونالدو قال: شعرت بوجود ميسي بدرجه اكبر مما كنت عليها ان ارتدي قميص مانشستر يونايتد، وانا ولذا كان الضغط علي اكثر، لكنها كانت منافسه صحيه من وجهه نظر. رونالدو بيكشف سر استمراره على قمه الهرم الكروي طوال 15 سنه. في عام 2003 صدرت الملاعب لاعب شاب اسمه رونالدو، قدر ان هو يستمر في العطاء لمده 15 سنه حتى مع تجاوزه الحاجز ال 34، الى انه بيقدم واحد من او يقدم اداء لاعب اقل ما يقال عنه انه لم يتجاوز حاجز ال 30. ده طبعا من ضمن الكلام اللي بيجريه رونالدو والمحادثات مع جريده فرانس فوتبول. رونالدو كمان بيختار افضل هدف في مشواره الكروي وبيقول السبب. قال رونالدو ان افضل هدف طبعا كان بالنسبة له، يعني هقرا لحضراتكم بعض التصريحات اللي موجودة في سؤاله أفضل هدف ليه والسبب إيه هو. قال طبعا إن لجريدة فرانس فوتبول كلام كتير، من ضمنها إنه الهدف الرائع اللي سجله كان في شباك نادي الحالي يوفنتوس في دوري الأبطال لما كان بيرتدي قميص ريال مدريد، والهدف ده زي ما حضراتكم عارفين كان في شباك بوفون وكان خلفية مزدوجة. بوفون يكشف اسباب عودته الى اليوفنتوس وموعد اعتزاله. قال طبعا جان لويجي بوفون الحارس الايطالي العملاق والاسطوره الايطاليه، قال انه في الوقت الحالي بيشعر انه في حاله بدنيه وعقليه جيده تجعله انه يشعر بانه لاعب مهم مره اخرى، ولم يفكر في المستقبل حتى الان، لكنه يشعر براحه البال على انه قادر على تقييم حالته، وعندما يشعر بانه لن يتمكن من اللعب كما هو بالطريقة اللي هو عايزها، يعني هيذهب إلى النادي وأخبرهم أن كل شيء قد انتهى. سبب عائلي يمنع ميسي من العودة إلى الدوري الأرجنتيني. ليونيل ميسي طبعا نجم برشلونة قال أن يرغب في إنهاء مسيرته الكروية في نادي نيولز أولد بويز الأرجنتينا، لكن مع مرور الوقت قد يبدو اللاعب ليس متأكدا مما إذا كان حلمه يمكن أن يتحقق بسبب المسؤوليات العائلية المتزايدة. من جديد مان يكشف عن مدار بينه وبين صلاح عقب واقعة بيرنلي. ماني ما يوروش حاجه غير صلاح بقى الفتره اللي جايه دي، صلاح 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 على طول يعني. ساديو ماني كان اتكلم وقال عن الحوار اللي دار بينه وبين زميله محمد صلاح في مباراه بيرنلي، ودي المشاده اللي كل الناس بتتكلم عليها واتكلمت عليها. قال ان في الدقيقه 85 كلوب عمل تغيير بسحب ماني من الملعب ودافع بالمهاجم البلجيكي اوريجي بدلا منه، وهنا سيطرت حاله من الغضب الشديد على ماني عقب استبداله، وقام بدخول في مشاده مع مدربه الالماني فيما حاول الثلاثي روبرتو فيرمينيو وجيمس ميلنر وجو جوميز تهدئه اللاعب على مقاعد البودلاء. اكد السنغالي في الاخر طبعا ان اعتقد ان كل شيء ممكن الحدوث في كره القدم، ان هو بيشعر ساعات بقليل من الاحباط الان لانك ترغب في تسجيل مزيد من الاهداف في كره القدم، ويكرر من جديد ان هذا ممكن الحدوث لانه لم يرني في الملعب وانا محبط نوعا ما، لكننا انهينا هذا الموقف تماما وصداقتنا على ما يرام. انديه الليجا تحتاج على تاجيل الكلاسيكو. عقدت لجنه المسابقات بالاتحاد الاسباني لكره القدم اجتماع طارئا مع ممثلي الانديه على راسها قطب الكره الاسبانيه ريال مدريد وبرشلونه لمناقشه بعض اللوائح الخاصه بالاتحاد التي تنظم العلاقه مع الانديه. طبعا الكلاسيكو تأجل ليوم 18 ديسمبر نظرا للاحداث في كاتالونيا معقل فريق برشلونه، وتصاعدت الاحتجاجات والتظاهرات في الاقليم مما يجعل احتماليه اقامه مباراه الدور الاول من الدوري في الاقليم شبه مستحيله في ظل تصاعد الاحتجاجات وتوتر الاحداث. سيميوني يحدد سبب قوه المنافسه في الدوري الاسباني. قال ديجو سيميوني ان الليجا اضافت تعزيزات دفاعيه جيده لفرقها، هذا يجعل المسابقه اقوى شيئا فشيئا، وفي الوقت ذاته اكد ان الارقام هي من تتحدث عن نفسها. يا توريه يفتح النار على مسؤول الفيفا بسبب العنصريه في الملاعب.
وطبعا قال ان الفيفا لا يعني لا يهتم بالعنصريه في ملاعب كره القدم، وذلك بعد صيحات القرده التي استهدفت لاعبي منتخب انجلترا في مباراتهم ضد بلغاريا في تصفيات كاس 2020. ده بالنسبه ليايا توريه. ده الخبر بتاع سيميوني زي ما بقول لحضراتكم من سبب قوه المنافسه. زي ما انا قلت تاني ان الليجا اضافت تعزيزات دفاعيه جيده لفرقها، وهذا يجعل المسابقه اقوى شيئا فشيئا. في الوقت ده تاكد ان الارقام هي من تتحدث عن نفسها. وقلنا خبر يايا توريه، يعني نروح للخبر اللي بعديه علشان قلنا خبر يايا توريه ان هو بيحارب العنصريه اللي موجوده. نروح لخبر هاري كين، ان مانشستر يونايتد لا يفكر في هاري كين في الوقت الحالي. يعني انا ما اتفقش ابدا في الراي ده، عشان خاطر لو مانشستر عنده فرصه في التعاقد مع هاري كين اعتقد ان هو هيجري على طول. المسار تتوالى على نابولي. تلقى كارلو انشيلوتي المدير الفني ضربه موجعه بعد تاقل اصابه لاعب الفريق بالرباط الصليبي كيفن مالكويت، مما يعني غيابه 6 شهور على الاقل من تدريبات الفريق. ايكاردي ينفجر في الملاعب من جديد ويخترق مثلث الام سي ان. مهاجم الارجنتيني ماورو ايكاردي بيتالق في ملعب كره القدم بعد انتقاله من انتر لباريس سان جيرمان. وايكاردي تالق في القمه امام مارسيا في اللقاء اللي جمع ما بينهم واللي خلص بفوز باريس سان جيرمان ب4 أهداف مقابل لا شيء. داني الفيز يوضح سبب خلافه مع نيمار. قال طبعا داني الفيز لبرنامج جراندي سيركولو التلفزيون البرازيلي، قال عن تحدث عن العديد من الامور على راسها زميله في الصفوف منتخب السامبا نيمار دي سيلفا. وقال طبعا ان سحب بشارة القياده للمنتخب من نيمار قبل انطلاق البطوله كوبا امريكا ومن المخضرم داني الفيز. ايقاف ريبيري بعد تعديه على الحكم المساعد. رسميا عوقب النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري لاعب فريق فيورنتينا الايطالي بايقاف 3 مباريات وغرامه 20,000 يورو بعد ما في لقاء لاتسيو دفع حكم المساعد. وهنا الناس ما بتهزرش في قراراتها. خلصنا مع حضراتكم الاخبار العالميه. دلوقتي جه وقت فقره مباراه الاسبوع. مباراه الاسبوع هي مباراه مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في نهائي